أظهرت بيانات حكومية يابانية ارتفاعاً في صادرات النفط الخام الكويتي إلى اليابان في يوليو بنسبة نهزت 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 7,558,000 برميل. وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت باعتبارها ثالث أكبر مزود نفط لليابان، صدرت في الشهر الماضي نسبة 10.5% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام. وجاءت الإمارات العربية المتحدة لتكون المورد الأول للنفط لليابان، فيما حلت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية، بينما حلت دولة قطر بالمرتبة الرابعة.